رجعنا لكم تالي بعد الكبسوله بس قبل ما اخش في الفقره الثانيه لازم اعتذر على الهوا للمخرج لان المخرج كان عايز الكبسوله تتعمل بشكل معين وانا بصراحه اللي ما مشيتش مع دماغه بس ده مؤشر لايه بقى مؤشر ان الناس كمان تحمست للكبسوله فعايزاها تطلع بالشكل الايدي اللي هو الشكل النموذجي نخش بقى في الفقره الثانيه في المقدمه انا قلت ان احنا الفقره الثانيه من البرنامج بتاعنا النهارده هنتكلم عن سوق الدواء المصري ولو تفتكروا قلت ان انا من ثلاث اسابيع كنا بنتكلم عن قطاع الاعمال الدوائي وقلنا ان هذا القطاع احنا مش هنسيبه واحنا ماشيين فيه خطوات جاده جدا وان شاء الله تعالى هتعرفوا نتائجها في خلال الفتره اللي جايه. خلينا بقى نخش في سوق الدواء المصري ونعرف قصه الدواء المسير والبديل والدوائر المستورده والدواء المحليه وليه انا اروح للدواء المحلي ما اروحش المستورد. مع ضيفنا ضيفكم في الفقرة الثانية دكتور كمال سعيد الخبير التسويق الدوائي دكتور كمال صباح عليك أهلا وسهلا صباح النور وكل سنة وحضراتكم طيبين خليني أقول أنا سعيد جدا بلقاء حضرتك والله أنا لا أسعد عارف أهلاً. ليه حضرتك؟ شاكر اتفضل في ناس لما تقعد قدامك بتديك نوع من انواع الطاقة الإيجابية التفاؤل أشكرك شفت أنا بغزلك على صح أشكرك <applause> جدا شكرا <applause> أنا بغزلك أنت ما تعرفش اللي أنا محضره لك لا حضرتك يا فندم ولا يهمك اتفضل <applause> دكتور كمال احنا بنتكلم عن سوق الدواء في مصر <applause> عايزين نعرف حجم سوق الدواء في مصر وعايزين نربط ده بالحل الاقتصادية أشكرك أولا سوق الدواء في مصر يعتبر واحد من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمارات ولأن حجمه الحقيقة من الأحجام الضخمة جدا مقارنة ببقية الأسواق اللي موجودة في المنطقة يعني إحنا نعرف أنه السوق الدواء المصري يعتبر رقم اثنين بعد سوق الدواء السعودي لإن سوق الدواء في في المملكة العربية السعودية حجم يعني سعر العبوات فيه مرتفع مقارنة بمصر. تمام. وأي شركة بتاعه دواء لما تيجي تفكر هي هتستثمر فين بتفكر الأول هي هتجني أرباح قد إيه. تمام. وعلشان كده في يعني بيعتبر السوق رقم اتنين بعد الخليج مباشرة هو السوق المصري. استثمار. كاستثمار. تمام. طيب كحجم. سوق الدواء المصري تقريبا حجمه حوالي 2.3 من عشرة مليار يونت مليار يونت يعني وحدة وحدة اللي هي إيه بالوحدة؟ القرص الكبسولة علبة 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 2.3 من عشرة مليار علبة ممكن تكون العلبة دي مثلا فيها أمبولات ممكن تكون العلبة دي فيها أعراس شريطين مثلا أو ثلاثة ممكن تكون العلبة دي حقنة واحدة وهكذا فلما نحسب حجم المبيعات او حجم المبيعات اللي بتطلع من السوق المصري كله سنويا في 2018 قفل على 2.3 مليار وحده تقريبا اعتقد على الشاشه دلوقتي موجود الكارف اللي بيوضح حجم بالزبط. المبيعات بالظبط هو اللي يهمني في في رقم يعني طالع على الشاشه دلوقتي مكتوب كاجر سي اي جي ار تمام. دي اللي مكتوب جنبها 17% تمام ايه اللي يهمني في 17% دي ده بيسموه معدل النمو المركب يعني ايه معدل النمو المركب عشان بس الناس تفهم بسيطه خالص هما بيحسبوا قد ايه السوق ده بينمو سنويا حلو تمام وياخدوا المتوسط بتاع هذا النمو وبناء عليه يحسبوا السوق ده هينمو في الفتره المقبله قد ايه حلو تمام لغايه 2017 2018 كان احنا بنتكلم في 17% تمام وده رقم عالي جدا وده بيدخلنا كسوق مصر في حته بيسموها الايميرجينج ماركتس او يعني حاجه الأسواق يعني لو السوق باع السنه مثلا ب 100 جنيه السنه اللي بعدها ب117 بالظبط كده بالظبط تمام دي كلها توقعات فوركاستنج م. تمام دي توقعات للي احنا هنوصل له ان شاء الله خلال السنوات القادمه تمام طبعا في طفرات بتحصل نتيجه زياده الاسعار ودي ارجوك من النقط اللي احنا هنتكلم فيها كويس قوي لان حركة زي ما اشرت في في المقدمه هتتكلم عن يعني ازاي احنا عايزين نطور قطاع الدواء في البلد فدي نقطه مهمه قوي ده هو حضرتك كده كمان ده السؤال اللي بقى, بقى بقى في منتهى الاهميه لان حضرتك بتتكلم على استثمارات وان هو بيجي بعد سوق الخليج معنى ذلك الناس بتيجي تستثمر بتستثمر في حاجه تكون بتكسب صح مظبوط حضرتك هل تعلم ان معظم شركات قطاع ده الشركات بتخسر أه هنتكلم ليه لانه برضه خد بال حضرتك انا مش هدافع قوي وفي نفس الوقت مش هحط اللوم كله على الشركات لانه في جزء خاص بالتشريعات وده لازم يعني يعاد النظر اليه يعني ايه المقصود بالتشريعات يا دكتور يعني مثلا احنا عندنا هيئات محدده هي اللي بترعى سوق الدواء في مصر تمام آه على راس القائمه اللي هي الايجيبشن دراج اوثوريتي او هيئه الدواء في مصر تمام آه هل تعلم حضرتك ان الهيئه دي آه انشئت بقرار جمهوري في سنه 2008 تمام وفي 2008 لما اصدروا هذا التشريع كان الغرض منها ان احنا نعمل حاجه زي الاف دي الامريكاني تمام اللي هي الفود اند دراج ادمنستريشن او هيئه الغذاء والدواء في امريكا تمام كان الغرض من الكلام ده ايه انه احنا يبقى عندنا هيئه بترعى الادويه في مصر بتحافظ على صحه الغذاء والدواء للمواطن المصري حلو تمام كلام جميل جدا كلام حلو لغايه كده ويبدو الكلام حلو تمام وفعلا بدا التطبيق وبداوا يشتغلوا طبعا كان عندنا مشاكل كبيره جدا في بدايه التطبيق انه احنا ما عندناش الخبرات الكفايه اللي تدير قطاع ضخم زي كده والنقطه الثانيه وده أو الاهم أو. او في الخبرات بس لم تستغل ربما خلي بالك ربما والنقطه الثانيه ودي اللي اعتقد انها اهم بكتير بس ما اروح للنقطه الثانيه ممكن اطلب طلب على الهواء اتفضل المخرج متوقع اطلب ايه يا جماعه التكييف بعد اذنكم عشان تكسع عليها معلش عشان خاطر <applause> النقطه الثانيه بقى وده الاهم الحقيقه اللي هي تبعيه هذه الاداره المهمه لمين وبالتالي انت حطت لها لها او ماليا تحت اداره مين وسياسيا واداريا تحت اداره مين الهيئه دي كلها كده المفروض انها هيئه مستقله ما تاخدش تعليمات من حد هذه الهيئه وضعت تحت اداره وزاره الصحه طب معلش حضرتك ايه علاقه ده بقطاع الاعمال الدوائي آه لما نيجي نتكلم على انه واحده من الفانكشنز او الوظائف بتاعه الدرت الدواء في مصر أو الإدارة الأثورتي في مصر إنها بتحط السياسة العامة اللي بتسير عليها الشركات مستقبلا وطبعا وطبعا التداخل اللي حاصل هنا خلى الناس في آه يعني آه في 2018 بقى في آه تقدم مقترح من بعض النواب في مجلس الشعب إنه إحنا عايزين نفصل هذه الهيئة عشان تخرج من تحت عباءة وزارة الصحة وبالتالي يبقى تاخد قرارات تتناسب مع طموح الناس في الـ في الـ في الماركت او في السوق. يعني احنا نقدر نقدم من خلال هذه الهيئه توجيهات عامه تمسك قطاع الاعمال توجهه ناحيه انه ازاي احنا نصل بيه الى نتائج تكون ناجحه ومربحه. تمام. تمام؟ ارجع تاني للسوق بعد اذن حضرتك اكمل كلامي عن السوق المصري. بس انا برضه ما تاني. ازاي عن قطاع العمل زي ما قلت لحضرتك كده قطاع الاعمال اصل هو قطاع الاعمال ده سيكتور يعني جزء من سوق الدواء في مصر مظبوط تمام انا النهارده مستثمر اول حاجه بفكر فيها ان انا استثمر في الدواء بما ان انا فكرت استثمر في الدواء اذا الدواء ده بالنسبه لي سوق مربح اكيد تمام تمام ولا ينفع استثمر في سوق مش بيربح لا ما تمام انا بستغرب ومش لاقي اجابه مقنعه او يمكن احتمال تكون عندي الاجابه ليه قطاع الاعمال الدواء بيخسر يعني هو يعني هو ده السؤال اللي انا مش لاقي له اجابه. ولما جبت ده اسال ما حدش اداني اجابه مقنعه. طيب خلينا نسال السؤال بقى من الناحيه الثانيه، طيب. يعني نجاوب عليه بشكل مختلف. ايه اللي بيخلي الشركات الخاصه تكسب؟ تمام طيب. اذا كان قطاع الاعمال بيخسر. تمام طيب. ايه اللي بيخلي الشركات الخاصه بتكسب؟ تمام طيب. انا هقول لحضرتك على موقف حصل السنه اللي فاتت. تمام طبعا هو قطاع الاعمال زي ما قلت لحضرتك كده واحده من الحاجات برضو اللي هي بتاعت الايجيبشن دراج دي بتعملها مهمه قوي قوي انها بتخش في موضوع التسعير بتاع الادويه تمام وطبعا بما انها بتخش في موضوع التسعير وهي والنوتكر بيشتغلوا على مساله ان احنا نوفر الدواء وما يحصلش فيه انقطاع الشركات دي احيانا بتبقى مجبره انها تنتج ادويه هذه الادويه تسعيرها يخسر هذه الشركات يعني حصل عندنا مشاكل اقتصادية او مش هقول مشاكل اقتصادية هو توجه اقتصادي جديد في البلد بعد تعويم الجنيه المصري وبعد احنا ما بقينا عايزين احنا يعني نعتمد على انفسنا وندفع اكتر باتجاه التصدير للخارج. الكلام ده كله نتج عنه ان انا كنت النهارده بشتري المادة الخام من المكان الفلاني بالسعر الفلاني. النهارده ازاي حصل زيادة كبيرة في سعر المادة الخام. علي انا كراجل مستثمر او في قطاع الاعمال. لا. أكيد حصل. السعر ده أو الفرق اللي حصل ده في السعر بيخليني أنا كمصنع أو كمنتج بأعاني وبالتالي أنا مضطر يا إما أقطع الدواء ودي مشكلة بتقابل الناس لأن الناس في الأخر عايزة الدواء يبقى متاح وموجود. موجود في الصيدلية. تمام أدور عليه أشتريه ألاقيه. ومن ناحية تانية ودي نقطة برضه مهمة أنا كمصنع لازم أكسب وبالتالي إذا كان في صنف من الأصناف أنا مضطر إن أنا أوفره وفي نفس الوقت الصنف ده بيخسرني هعمل حاجه يعني زي ما بيقولوا كده ايه همسك ايدي حاجة عايز كمية تقول المنتجة هتبقى اقل حاجة عايز تقول ان في بعض المستحضرات اللي بتنتجها شركة قطاع الاعمال المنتجات دي بتخسر الشركة احيانا تمام طب هو خلينا نسأل السؤال اتفضل تاني هو الفرق بين ادويه قطاع الاعمال والادويه المسيلة لها في السوق وده يخلينا برضو نعرف الفرق بين المثيل والبديل هنقول يعني هل هل الادويه اللي بتنتجها شركات قطاع الاعمال كأفكسي كفاعليه بتساوي الادويه المثيله لها اللي الشركات سواء كانت استثماريه او اجنبيه في مصر؟ اشكرك على السؤال ده، السؤال ده عظيم جدا جدا وانا الحقيقه يعني من المواضيع اللي لازم توضح للناس بشكل كويس قوي هو يعني ايه كلمه بديل؟ انا راجل صيدلي في الاساس اشتغلت في الصيدليات اول سؤال تسمعه اول ما حد يخش لك بتسمع ثلاث حاجات ليها علاقه بالبدائل. اول حاجه ارجوك يا دكتور انا مش عايز بديل ليه يا فندم حضرتك مش عايز بديل؟ السبب الاولاني ان الدواء البديل غير الدواء الاصلي. بيقولوا كده بالظبط. تمام. والنقطة الثانية الدواء البديل ده يختلف شكلا وموضوعا عن الدواء الاصلي. تمام. والنقطة الثالثة الدواء البديل ده أرخص وبالتالي هو أقل فعالية بالتأكيد. تمام. إحنا عندنا شوية يعني انطباعات كده جاية من ثقافتنا اللي هي فكرة إيه؟ أنا الحاجة الأرخص أقل كفاءة أو أقل جودة. انا عايز اوضح نقطه مهمه اه بس قوي. بس في ظل الظروف الاقتصاديه دلوقتي مش موجود الموضوع ده شويه الا في بعض المجتمعات اللي ممكن يكون مستوى المعيشه فيها عالي شويه ولكن خلي بالك يعني اشهر مضاد حيوي بيبيع في مصر لا انا على المستوى الشخصي بروح بقول له انا عايز مش عايز الاصلي عايز البديل بتاعه تمام او المسيل بتاعه الارخص السعر آه حضرتك دكتور وعندك من الوعي والثقافه اللي يخليك تفهم يعني ايه الفرق ما بين الدواء الاصلي والدواء البديل انا عايز اوضح هنا نقطه مهمه قوي اول نقطه اللي هي الدواء الاصلي يختلف عن الدواء البديل انا عايز اتكلم على حته الاصل دي اللي هو بيسموه البراند برودكت براند يعني ايه يعني الشركه عملت اخترعت دواء وخلته في شكل معين مثلا في صوره قرص حطت فيه 50 ميلي جرام مثلا ونزلته تحت اسم اكس ده اسم الدواء الاصلي الدواء الشركة في الشركة الأصلية أو الشركة الأم اللي, اللي أنتجت الدواء ده بتاخد حقوق ملكية فكرية بتحمي بيها هذا الدواء لفترة لا تقل من عشر سنوات إلى خمسة سنة أحيانا وبالتالي هي بتنزله في البلد اللي هي عايزة تبيعه فيها بالسعر اللي هي بترتضيه بالنقاش طبعا مع الاثوريتيز أو متخذ القرار. القرار في البلد دي أو المسؤولين عن التسعير في البلد تمام؟ ال ال كونها نزلت هذا الدواء بموجب القانون الدولي هي بتحمي حقوقها في بيع هذا الدواء للفتره المحدده بالبيتنسي او اللي هي ايه بحقوق الملكيه الفكريه. آه بعد كده بعد ما تنتهي او تنقضي هذه المده بيبقى من حق الشركات انها تنتج هذا الدواء بالظبط. لو احنا قلنا ان الدواء ده فيه ماده فعاله اسمها واي والدواء اسمه اكس فإن المادة الفعالة دي لازم تكون موجودة ولازم تكون موجودة بنفس التركيز. تمام. طيب أنا عايز بس أؤكد لكلام حضرتك لك و... وأنا مبسوط لتحمس حضرتك وتحيز حضرتك لأدوية قطاع الأعمال دي أدوية الشركات بتاعتنا إحنا. تعرف حضرتك هل تعلم إن شركات قطاع الأعمال دي كان في وقت من الأوقات بت... بتخترع أدوية؟ مظبوط. بتخترع أه أدوية يعني هي اللي بتخترعها هي اللي بتكتشفها. إحنا عندنا ثروات الحياة في بلدنا. يعني أنا لسه كنت بتكلم مؤخرا على إنه في عندنا بعض الأماكن في بلدنا بتشتغل أبحاث لا يعلم بها أحد. بص احنا عندنا عندنا ثروات ولكن لم تستغل. مظبوط. هل بقى بفعل فعل 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 الفكر بفعل عدم الفكر؟ أنا معرفش. آه عندنا ناس آه تقدر علميا تنفق على هذا البلد. علميا. يعني المنتج العلمي بتاع بلدنا بتاع العقول والافكار الناس اللي بتطلع تشتغل في بلدنا يقدر ينفق ماليا على هذه البلاد انا كان عندي فرصه الحقيقه ان انا لفيت دول العالم كتير قوي أه أه وجدت بلاد منعدمه الثروات الطبيعيه لكن عندهم يعني منتج فكري عالي جدا بيسوقوه للعالم العالم كله بيجروا من وراه ارباح مهوله خصوصا في مجال الدواء طب خلينا أسأل مستقبل الدواء في مصر رايح فين مستقبل الدواء السوق كسوق بيكبر <تصفيق> <تصفيق> تمام احنا قلنا 17% اه وهيظل يكبر خلال الخمس سنوات القادمه وده التوقع اللي مبني على الـ الـ الشركات اللي بتشتغل في مجال الابحاث بتاعت المبيعات ورايحه فين وجايه منين زي الاي ام اس والكلام ده كله تمام. كل الشركات دي بتقول ان السوق هيظل ينمو لكن آه هينمو ازاي؟ يعني هل يا ترى هيظل الشركات المنتجة اللي هي بنسميها احنا اللوكال كومبانيز او الشركات المحلية التصنيع مقارنة بالشركات الاجنبية، هل الحصة بتاعت مين هتزيد على حساب مين؟ احنا لقينا خلال الفترة اللي فاتت دي ان هما الاثنين ماشيين تقريبا مع بعض، يعني الزيادة اللي بتحصل هنا تقريبا بتتناسب مع حجم الزيادة اللي حاصلة في السوق كله. تمام. خلال الفترة اللي جاية وده اللي احنا عايزين نتكلم فيه بقى، مهم قوي قوي. بس هو قدامنا دقيقة. احنا قدامنا دقيقة، آخر دقيقة. هقول فيها فوق. أقول فيها حاجة مهمة أوي الدواء البديل هو هو الدواء الأصلي واللي بيرعى هذا الكلام الأثورتيز المسؤولة عن تحليل وتقييم أداء هذه الأدوية. تمام خلال الفترة اللي جاية ونتيجة الضغط الاقتصادي اللي موجود على الناس هيبدأ يبقى فيه توجه أكبر شوية ناحية الدواء البديل اللي هو هيوفر في السعر معنى كده إنه عدد الوحدات اللي بتتباع في السوق هيزيد ولكن حجم السوق ماليا مش هيزيد باكتر من النسبه اللي احنا اتكلمنا عنها في البدايه أمين. اخر نقطه طب. لو سمحت انت كمريض او كمستعمل للدواء اسال الدكتور والصيدلي لانه احنا الحقيقه بنقابل في السوق حاجات مهمه قوي زي مثلا انه يكون مريض سكر والدكتور يكتب له الدواء الاصلي او الدواء المخترع والمريض مضطر يستخدمه طول حياته ورغم كده يقدر يشتري شهر اثنين ثلاثه بعد شويه يقف تمام. بنقول له لو سمحت اسال دكتورك والصيدلي لان في بديل ارخص بكتير وتقدر تستمر عليه وبتقي تقي نفسك من الاعراض بتاعه الامراض المزمنه اشكرك على المواد القيمه اللي انت قلتها اشكرك جدا واشكرك ان انت متبني معايا ملف قطاع العمال الدوائي واشكرك على تحمس لقطاع العمال الدوائي وعايزين نقول حاجه للاخر للساده المشاهدين مفيش فرق بين الدواء الاصلي والدواء المسيل كله بيخضع الرقابه الدوائيه في مصر بل بالعكس ده ممكن تلاقي الدواء الاصلي بينتج او بيصنع في شركات قطاع الاعمال مظبوط دكتور دكتور كمال سعيد الخبير التسويق الدوائي انا بشكرك اشكرك والموضوع كبير وهيبقى لنا بالتاكيد لقاءات كتير في هذا الموضوع ان شاء الله ان شاء الله اشوفك على خير دكتور كمال شكرا فاصل ونواصل للفقره الثالثه بقى الصحه النفسيه صباح الفل